نايم حسن، عم نعزمه من هلا. رائع رائع، شكرا. يعني قول، هل يوافق تيم حسن على طلب سيرين عبد النور؟ وجهه تحية كتير كبيرة. شو قلت؟ كيف بتقدر تعمل بحالك هيك وفيه؟ كيف؟ بتمنى مثلا تيم حسن عم نعزمه من هلا. حلو، ايه اكيد. من هلا عم نعزمه يكون كمان موجود معنا. هل دعوة اللي كانت وجهتها سيرين عبد النور لتيم حسن حتى يكون ضيف برنامجها الرمضاني سهرانين معكم بالبيت، واللي لقت تفاعل كبير على السوشيال ميديا، وجمهور تيم بدأ يطالب انه يظهر معها بالبرنامج كونهم رح ينحرموا هالسنة من شوفة جبل بعد خروج الهيبة الرد من السباق الرمضاني؟ كان واحد منا لازم ياخذ بطار الوالد الله يرحمه. هالعركات هي اذا ما قتلتي تنقتلي. والسبب الثاني وراء إصرارهم على ظهوره هو اشتياقهم لجبل ونور رحمة. أنا عايش أزمة سئاب إيدي ما أبوس أبقى، وحابين كثير يرجعوا يشوفوهم سوا حتى لو عن بعد وببرنامج فني. أنت في حدا بحياتك؟ كأنك مش مرتبط. هو كيف عرفتي بقى؟ لكن من المعروف انه تيم حسن مقل جدا بظهوره الاعلامي وما بيحب يعمل مقابلات طويله، ولما نلقطه بمناسبه بيكون كلامه مختصر. رائع رائع، شكرا. ما بس ما نسالك عن الهيبه. يلا تفضلي، هذا هو المحبس. شكرا كثير لكم. لهيك البعض متوقع انه يعتذر من سيرين عبد النور بطريقه لبقه، خاصه هالنوعيه من البرامج رح تكون مختلفه وستايلها جديد بعيد عن ستايل تيم الجدي والكلاسيكي. لكن دعوة سيرين لتيم بتجي لتنفي الكلام عن خلافهم اللي انحكى عنه بعد ما انتشر هالفيديو إلهم من لقائهم بحفل إطلاق منصة شهد في دبي من شهور، واللي كان يعتبر أول ظهور إلهم بمناسبة سوا بعد نجاح مسلسل الهيبة الحصاد. جمال بزيته وزيتاته، ما بس أنت بتدقي أبواب العالم مصاص الليالي، اشتقت لي. والخلافات هي الكلمة اللي بنسمعها من فترة للثانية، بداية مع تيم حسن ونادين نجيم وانتهاء بنادين وسيرين، والعامل المشترك فيهم هو الفانز. فمن زمان بنسمع انه في خلاف كبير بين نادين وتيم اشعلوه الفانز من ايام مشاركتها بالهيبة، واللي انقال انه بسببه ما شفنا نادين بالاجزاء الاخيرة. لك انا اعطيتك ثقتي وانت ما وفيت بوعدك. انا وابني كنا رح نموت لما حضرتك كنت عن صحبتك حكيمة الاسنان. في كتير عالم بحبونا سوا، في عالم حابين يشوفونا كمان مع كوبل جديد، وانه اكيد هيدا الشيء رح يصير يعني، بس نحن حققنا نجاحات. اما خلافات سيرين ونادين اللي دايما بيشعلها الفانز فما بنعرف تحديدا متى بدأت. انا بعرف انه الفانز ما بيعملوا شيء دون اشارة من الفنان. هيدي لازم الكل يعرفها. سيرين عبد النور اتهمتني اتهام مباشر وصريح قدام رأي عام، يعني قدام العالم العربي كله، بالوقت اللي انا صديقتي اللي بحبها وبعتز فيها كنت بتمنى انها تلقط التليفون وتخبرني، بركي في حدا فعلا فات بيني وبينها. لكن المعروف انه انتهت رمضان الماضي بعد ما قامت ماجي بغصن بدعوتهم على العشاء. ليش؟ لا ماشي يعني فرصة. حبيت. شو حلو بين سيرين وناديني، بدل عنا فرصة أحلى شيء بالعالم. نحن اتفقنا إنه كل شهر مرة على القليلة مرة نجتمع، لأنه أكيد رح نتخانق مرة بالشهر. ما عليه، ما بيأثر. لكن الهدنة بينهم ما استمرت لوقت طويل، فبأول شهر 3 رجعوا فانز النجمتين أشعلوا السوشيال ميديا بخلاف جديد. هيدا وقت عم بيروح من عمري، إذا أنت مش فرقانة معك أنا فرقانة معي، وأي اتفاق هيدا؟ ليش ما قلت؟ كيف بتقدر تعمل بحالك هيك وفيه؟ كيف؟ والبداية هالمرة كانت من عند سيرين لما عملت بلوك لأحد فانز نادين اللي وصفها بوصف سيء، وبعدها كتبت تويت قالت فيه: الله يعين نادين على وحدة مثلك قليلة أدب ومخيلتها واسعة، انتو ناس بدكن تربية، ما حدا غيركم بشوه صورة نادين بين زملائها.
وتقال انه انفعال سيرين هذا كان سببه انها كانت اتصلت بنادين وطلبت منها يوضعوا حد للتطول اللي بيصير على السوشيال ميديا، لكن سيرين ما لقت اي جواب وبالعكس الموضوع زاد. هذا اللي خلى نادين توجه رسالة خاصة لجمهورها. انا برأيي وهي نصيحة وجهها هون لأنه بقدرمون على المحبين تابعولي وفانزيت، بقدرمون عليهم وقل لهم أنه اليوم دعموني حبوني باللي أنتوا بتشوفوه، بس من دون ما نضطر نحكي عن أي حدا أو نعلق على أي حدا، من دون المقارنات، من دون أي كلمة ممكن تجرح إنسان. وأنا بطلب كمان إذا في حال هني شافوا أي قلة تهذيب أي كلام جارح، لأنه أنا بشوف أوقات إشياء كتير كتير بلا تهذيب وعيب ينحكى فيهم، أنا بطلب منهم بكل بساطة يعملوا سكرين شوت ويبعتوا لي إياها ويخلوها. أنا بتصرف بغير طريقة وبعرف كيف باخد حقي بالقانون. لكن ومع خروج كل من نادين وسيرين خارج المنافسة الرمضانية، يبدو أنه رح ترجع الهدنة بينهم، خاصة وأنه بهالوقت الجمهور عم بيحاول يلاقي عوامل مشتركة بين الطرفين. أحلى أنه بطل حدا منا عم بمثل على التاني. بحبك. شو حكينا؟ أي شو قلت؟ ما أنت قلت لي أنه هون الحب مش عيب، واللي كانت إنهم مواليد شهر فبراير وبأنه والديهم كانوا بيعملوا بمهنة الخياطة، وحتى أمهاتهم مش لبنانيات، فأم سيرين يونانية الأصل وأم نادين تونسية الأصل. خليكم بالبيت وحافظوا على حالكم والفرج قريب بإذن الله إن شاء الله. باي باي. وإنهم حتى على المستوى العائلي عندهم كل واحدة طفلين، ولد وبنت. أما العامل الأهم أنه سيرين حصلت على لقب ملكة جمال العارضات لسنة 2002، أما نادين فحصلت على لقب ملكة جمال لبنان سنة 2004. مبروك لنادين